رأيت يا شيخ إني مرة جيت الغرف مكتوب عليها الجنة ومكتوب عليها النار. وجيت فتحت باب الجنة ودخلت لقيت جدران خضر وكذا ومشيت في الجنة. بعدين لقيت باب يطلع على فتحته لقيت يطلع على النار. وش اسمه هو لا إله إلا الله. بعدين قعدت أتفرج على الناس اللي يعذبون وفي حرمة معها في حرمة أخذوا ولدها منها وناس كانوا ملائكة أو كذا يعذبون بالنار. أنا قاعد أتفرج وناظر كذا. بعدين طلعت من باب ثاني طلعت على كاني طلعت برا وانتهت الرؤية يا شيخ. الحمد لله. أنت والديك أحيا؟ إيه نعم. الوالد والوالدة؟ كلهم أحياء لله الحمد. مع بعضهما؟ لا متفرقين. أيوة. أنت كنت مع الوالدة أكثر من الوالد؟ شلون؟ وجودك مع الوالدة أكثر من وجودك مع الوالد؟ إيه كثير مع الوالدة. صحيح. هي هذه الجنة اللي أنت دخلتها ولكنك أيضا قصرت شوية مع الوالد، فحاول أنك تحسن إليه وتبره كما تبر الوالدة. عرفت؟ يعني برك للوالدة لا يمنع من برك بالوالد، والمراد وبالوالدين إحسانا مو بس أحدهما. فأسأل الله أن يرزقك بر الوالدين والإحسان إليهما، ومهما كان بين الوالد والوالدة من خلاف ذلك لا يقتضي ولا يجوز عقوق أحدهما، فلا بد من العدل بينهما وبر كل واحد منهما بما يحب مما ليس فيه إساءة للآخر ولا عقوق الآخر.